بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. مشاهدين الأعزاء عبر قناتكم ليبيا الرسمية الفضائية، وأيضا مستمعين عبر قناة ليبيا الرسمية المسموعة التردد 93.3 زي ما وعدناكم، وأيضا الإخوة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأيضا المرافقين كانوا في الموعد معنا والآن موجودين أمام كل الليبيين داخل ليبيا وخارج ليبيا. وعلى الفضائية الرسمية سيتم تطعيم الناس اللي هم نحترموهم ونجلوهم رغم الأمطار، لكن حرصوا على صحتهم موجودين معنا. إذا كان تعطونا الصورة متاع الحضور، بارك الله فيكم. نحيي السيدات، نحيي السادة، نحيي طبعا كل من ساهم في تواجد الإخوة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعلى رأسهم الدكتور حيدر السايح اللي هو حنبادر به اليوم بطبعا الحقنة التعزيزية إذا كان صح اللقاح أو اللقاح التعزيزي بعون الله. وأيضا اللي يسمعوا فينا وقريبين من الإذاعة مرحبتين بكم، تقدروا تلتحقوا بينا لكن بشرط تجيبوا بطاقة التلقيح وتجيبوا طبعا هوية جواز سفر أو بطاقة شخصية، فرصة تمنحها قناة ليبيا الرسمية على الهواء مباشرة، ما فيش ازدحام. وقلنا خلينا نغامر بهذه الفكرة، مساهمة من قناة ليبيا الرسمية الفضائية والمسموعة في طبعا تعزيز الثقافة المجتمعية لدى الناس، لأن اليوم راهو للأسف يعني تونس يدخلوا للهجمة الخامسة، والآن المسؤولين في الصحة في تونس تقدموا بمذكرة الحكومة 3 أسابيع غلق ومنع التجوال. احنا ما نبوش نوصل لما نقول تونس وقلنا ليبيا. دكتور حيدر مدير مركز مكافحة الأمراض، نرحبوا بك انت وكل السادة وايضا الفريق المصاحب ليك اللي هم عبد العاطي النجار، رمزي ضياف، محمود بن حمزة، احمد بن ناجي، زهير سيالة، عماد نجومة، والسيدة هاجر. تحية لهم على تلبية الدعوة، وهذا يؤكد انت حرصكم على كل الليبيين بالإسراع في أخذ اللقاح. وزي ما قلت حضرتك وأكدوا الجميع ما عادش في مفر إلا أن نسارعوا بأخذ اللقاح. دكتور مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. طيب تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، في بياننا الأسبوعي اللي يصدر يوم السبت أشرنا على أن هناك موجة تضرب تونس. نعم. وزي ما قلت حضرتك تونس يعني ليبيا. نعم. والآن أنا نكرر ونعاود أن الفترة هذه فترة ذهبية. نعم. طول ما زادتش عندنا الحالات بالشكل اللي يخوف، الشكل اللي يستدعي أن احنا نغلق، أو الشكل اللي يستدعي أن مراكز العزل تكون ممتلئة، الحاجة الأكسجين تزيد، والمراكز التطعيمات يعني الطاقة تعطي للناس، ما فيش ازدحام والتطعيمات متوفرة، ففرصة ذهبية. نعم. لا مفر أمام هذه الجائحة إلا التطعيمات، كلام نعاودوا فيه ونكرروا فيه. صحيح. مهما درنا تلبس كمامة حيجي يوم وتسهى وتنسى. نعم. غسل اليدين تغسل يوم 2 3 و4 وتقلق. تنسى. صحيح. وتقلق. لكن نعم. لما تبدأ محصن تأخذ تطعيماتك، تأخذ الأولى، تأخذ الثانية، تأخذ التعزيزية، تبدأ أنت خذيت بالأسباب، خذيت بالأسباب، خلي الباقي على ربي. نعم. نعم. واللي نشوفه فيه قدامنا في مراكز العزل شيء للأمانة محزن. محزن. فرق. نعم. كبير بين السماء والأرض والله. نعم. ما بين شخص واخد لقاح ما يقعدش مرات حتى 24 ساعة في العزل، وشخص مش واخد لقاح للأسف أحيانا لن يتوفى. لن يتوفى. نعم صحيح. إن شاء الله كل المشاهدين والحاضرين يستفيدوا من هذه النصايح، لأن احنا مش استثناء من العالم. خلينا نبدو بدايتنا الطيبة بحضور ضيوفنا ومواطنينا وسيداتنا. نبدو كالعادة بسم الله، أول بداية نقول Yeah.
مصطفى يا صوت الرحمن صلى عليك الله. بسم الله أول بداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شن رأيكم نبدو بمدير مركز مكافحة الأمراض حتى يطمئن الجميع؟ أنا راه عندي مناطق، لكن احتراما في المناطق في ليبيا ما نبيش نسمي المناطق اللي هم ما خدوش لقاح، يعني منطقة بالكامل متفقين ما ياخدوش لقاح، مش معقول يعني. وراهو ماتوا منهم الأسبوع الماضي 3 حالات، الآن اقتنعوا قالوا صحيح خطر. يعني من ثاني يوم لما وصلت عندهم الموت في جيرانهم وناسهم واصدقائهم قالوا لا إذن التطعيم مهم، فأرجوكم بالله أرجوكم، يعني أني واخد لقاح. اليوم يبدأ مدير مركز مكافحة الأمراض الدكتور حيدر السايح بياخذ الجرعة التعزيزية، لأن الثانية واخذها من 3 شهور ولا دكتور؟ ثلاثة شهور. يعني اللي بياخذ التعزيزية الثالثة بعد 3 شهور. بعد 3 شهور من آخر جرعة أخذها. يعني ياخذ بعد 3 شهور ياخذ التعزيزية. احنا باش نأكدوا لكم، يعني ما تقولوش المسؤولين هاربين، احنا مواطنين عاديين يقولنا طعموا طعموا. انا والله واخذ مرتين، والدكتور راه بياخذ الجرعه التعزيزيه الثالثه امام كل الليبيين وعلى الهواء مباشره في طبعا قناه ليبيا الرسميه الفضائيه، في ربط مباشر مع قناه ليبيا الرسميه المسموعه. طبعا افادني الدكتور حيدر بان اللي خدوه جرعه اولى على مستوى ليبيا 1,933,677، عدد بسيط. واللي خدوا جرعتين 913,454، 3 جرعات 10,000. واحنا نقولوا 7 مليون، ما عادش نقدر نقولوا مليون اطفال، لان حتى الاطفال الان بصدد ان يعطوهم اللقاح. دكتوره ايه، في احنا بادين فيها كمرحله ثانيه، ان نعم. العمر 5 سنوات فما فوق حنبدو فيها، ولكن مش الان. تبي الان ناخذوها على مراحل زي ما بدينا في بدايه التطعيمات من الاول. نعم. من 50 سنة بعدين بدنا ننزله بالتدريج. نعم. ال5 سنوات الآن غير مستهدفين. غير مستهدفين. عندنا الآن عمر اللي هي عمر المدارس اللي هي من 12 ل17 سنة. نعم. هذا بديتوا فيه. بدينا في حملات. نعم. مع وزارة التربية والتعليم. كويس. وبدينا حملات ناجحة جدا، بديناها بحملات توعوية
قبل وبعدها نبدو في عملية إعطاء التطعيمات، وبدأ في بعض المدارس صارت فيها حملات تطعيمات. نعم. هذا كله نبو نحرصه ماش ما نبوش المدارس يبدو يقروا يوم بعد يوم، يعني ما نبوش نقفلوا المدارس بالكامل. احنا لما نقولنا يوم بعد يوم كان في غرض من المسألة هي. نعم. لأن الفصول وحضرتك تكلمت عليهم أكثر شخص. صحيح. يقعمزوا ثلاثة في المقعد، يقعمزوا أربعة في المقعد. صحيح. فاحنا فكرة يوم بعد يوم هذه انك انت تقسم الفصل، فصل فيه 50 يبدو يجوا 25، 25 يحضروا اليوم، اليوم اللي بعده يحضر 25 اللي بعد. نعم. وهذه لنا أن نصل إلى 70% من الطلبة طعموا أو المعلمات طعموا 70%، بعدين والآن على فكرة في مدارس خاصة وصلوا للرقم هو كويس. وصلوا ل70%. ممتاز. وإحنا بالنسبة لنا إحنا سمحنا لهم العودة للدراسة الطبيعية يوميا. كويس. فهناك هدف، لكن المدارس العامة ما مازال لحد الآن ما زال ما وصلتش النسبة هذه. يعني يبقوا يقروا يوم ويوم لا. بالضبط. خوف من الازدحام. يقسموا يقسموا. وعلى فكرة وبكرة حيصدر تعميم خاص ب، لو نفرض ان في طفل مصاب في الفصل المدرسه. نعم. حدث هذا في الاسبوع الماضي. ما فيش شيء نظمه. درنا اللجنه العلميه في المركز الوطني لمكافحه الامراض اقرت حزمه من الاجراءات الواجب اتباعها في حاله اصابه معلم، في حاله اصابه طفل، في حاله اصابه اكثر من طالب في فصل واحد. هل تقفل المدرسه ولا يتم؟ كل فقره بكره ينزل ان شاء الله في الصفحه. شخصنا كل السيناريوهات اللي ممكن تصير، وعلى ضوء السيناريو اللي يصير في المدرسه يتم اتخاذ الاجراء المقابل له. كويس. فهذه بعثت اليوم الرساله المراسله الرسميه للسيده دكتوره مسعوده وكيلة وزاره التربيه والتعليم. الامانه نشكرهم وزاره التربيه والتعليم، وبكره على فكره صباحا عندنا اجتماع مع وزاره التربيه والتعليم. كويس. فنحاولوا مع بعض، لان المدارس يقولوا هم المركز لا شاهد على المدارس بس. احنا مش شاهدين على المدارس، لان المدارس فيها ابناء كل الناس. بالضبط. إيه؟ بالضبط. ويخشوا لكل حوش الحضور الكريم، هذا كله عندهم صار في المدارس. بالضبط. وفي اللي عنده احفاد. احنا نفرحوا لما ظل فيه تجديد على المدارس، ولان الناس الان خايفه نبعث ولدي لا زحمه. وانا جايكم في الطريق كلمتني سيده قالت لي معقوله مدرسه في الفصل تقول لا في الاستراحه ما تطلعوش افطروا في الفصل ومسكر الرواشن والباب؟ اقل ما فيه في الاستراحه فيه هو والطلبه يتوزعوا بعض على بعضهم. فيا ريت هذه يتنبهوا قدوه بها جماعه وزاره التعليم في قصه انه يفطروا في المدرسه في الفصل، الفصل والباب مقفل. يعني تهويه شرط اساسي. بالضبط. هي بسوا كورونا او من غير كورونا. من غير كورونا. نعم. بالضبط. نعم. تصوروا من بدايه الجائحه كل التطعيمات حسبنا اللي خدوا تطعيمه واحده وتطعيمتين والجرعه التعزيه الثالثه كلهم زوج مليون و857 الف و131. شنو نديروا احنا دولينا قريب عام وشويه؟ مش معقول الناس وصلوا 70 و80% في اللي كمل في العالم كله، احنا مازال العالم كله. احنا 30%. 30% مازال الرقم. نسبة ضئيلة. نسبة ضئيلة. احنا كنا نبوا نوصلوا 40% في نهاية السنة. نعم. هذا الهدف اللي احنا درناه. صحيح. ولكن مازال ما وصلناش، الرقم مازال ضئيل جدا. ضئيل جدا. نعم. ورغم ان الحملات التوعوية بدلنا فيها جهد. نعم. يعني الجهد موجود. غيرنا هيك. نعم. في الحملات التوعوية. نعم. ما زال هي الحزم من بعض الوزارات يساندونا بس في تطبيق قرار مجلس الوزراء. نعم. بفرض القرار موجود. كل مواد يجب ان يبرز بتاخذ اللقاح قبل ما يخش لعمله ان شاء الله. الدكتور حتى ناكدوا للجميع بتاخذ انت التعزيزيه الثالثه لان الحقنه الثانيه اخذتها اكثر من 3 شهور، وبالتالي حقنك تاخذ يعني التعزيزيه الثالثه بعد 3 شهور. خلي وعلى الهواء مباشره تتفضل لزملائك باش تاخذ اللقاح التعزيزي الثالث على مشهد من كل الليبيين داخل ليبيا وخارج ليبيا، وما اعتقدش تقريبا في قناه في كل الدول اقدمت على هذه الفكره اللي احنا نسعى من خلالها تشجيع كل الناس. هذا الدكتور حيدر السايح مدير مركز مكافحه الامراض. بيتفضل الى مكان اخذ اللقاح، بياخذ الحقنه او اللقاح التعزيزي الثالث. نمشي معاه. تفضل دكتور. خلي النحو حتى التأويلات الحقنة يقولوا ما فيهاش دواء ضربوها هيك للدبيبة. لا خلي نشوف بنشوف حتى الدواني. أيوة. هذه البطاقات هذا تنعطيه لك بعدين كلها.
جرعة ثالثة فايدة. هذا الشغل متاع شباب مركز مكافحة الأمراض وكل المراكز اللي نحييهم في هذه المناسبة الطيبة، تسجيل بيانات، تجهيز، تمشي منظم شغلك. بنجي نشوف حتى الحقنة اللي الآن جاهزة، لأن البعض يقول لك والله راهو داروها لنا على الهواء مباشرة في الرسمية، وجاي مدير مركز وعدد من الإخوة والأخوات اللي طبعا نحييهم على حضورهم ووعيهم. نبي نشوف الحقنة فيها الدواء ولا لا. أيوه هذه اللي بتعطيها للدكتور حيدر وبه. ايه ممكن ناخذها خليه يشدها من ايوه من الشفت بالضبط. ايوه هذا الدواء احد الكاميرات اللي هي يقدر يسبح لنا الدواء اللي فصتها بالله منه. شوف من البقعه الزرقاء هذه حتى للغطاء نتاع الوحده، هذا الدواء. ما تو البعض يعني اللي بيحبكش يحل لك يحل مشين. ايه تمامه، هذا الدواء موجود. لمن اعطوا هذه تفضل. أعطي فرصة للمصور باش الناس تتبع هذه الحقنة بالدواء، أشهدني بذلك. إن شاء الله بالصحة عليك. فيش حد يقول تو الحقنة هذه فاضية، أنا شاهدتها وشاهدوها الجميع وضيوفنا بأن فيها الدواء الخاص بالتعزيزية الثالثة. دكتور كم تقعد التعزيزية الثالثة تو؟ ما عادش تحتاج للرابعة إن شاء الله. والله تو حسب الدراسات إلى الآن اللي ماشية عندنا ثلاثة شهور، لما تبدأ في بداية الموجات أو الأمور زي هذه يصير فيه انخفاض في الأسام المضادة. كويس. هذا لا يعني إن ما فيش مناعة، ولكن التنشيطية نوع من التدريب حتى للمناعة في جسمك. كويس. احترازيا والأفضل إنك أنت تكون مستعد، لأنه متحور جديد ما فيش نعم. عليه المعلومات نعم. قاعدين ما نعرفوش عليه نعم. القصة العدوانية متاعه شراسة فنأخذه في الجرعة الثالثة كاطمئنان نعم. الله أعلم مرات ينتهي. بارك الله فيك. تعالوا ندوريكم حتى القروات غير تعالوا بس. حتى خلي هيك الضيق ليش ضيق فيك. شكرا أو قدامكم دينا بمدير مركز مكافحة الأمراض وهو السادة اللي حاضرين معنا رجال ونساء هيك اطمئنوا، لأن المدير المركز هو من طعمنا. بدينا به وهذا طبعا حتى اللي كان يفكر لا كيف أنتم المسؤولين تتكلموا ما تاخذوش في اللقاح، لا ناخذوا في اللقاح. أو مسؤول أمامكم مسؤول أول في مركز مكافحة الأمراض، هادو الأخت هاجر والإخوة أيضا اللي من مركز مكافحة الأمراض كلهم واخدين. كم واخدين اللقاح أنتم؟ هاجر كم واخده مرة؟ زرعتين وتعزيزية. إيه لكن راهو المفهوم عند الناس وأكدوه لي حتى من داخل القطاع وزارة الصحة، أغلب الناس اللي ما طعموش اللي يشتغلوا في قطاع الصحة. إحنا درت دراسة أنا شخصيا نعم. حتى قبل لقينا في نسبة كبيرة ما بين القطاع الصحي مش مقتنعين بالتطعيم للأسف. وهذا في بعض المستشفيات الكبيرة في طرابلس فرضت بطاقة التطعيم على الموظفين والأطباء والأطقم الطبية اللي تشتغل داخل المراكز. يجب ذلك صح. مش مشكلة في ليبيا بس، في العالم كله الفكرة يعني. هذه أنا مش عارف هنا قاعد هي الفكرة هذه. لا أنا نعرف بدنا بك الليلة غدوة تقول عدد يزيد. لا هو لأنه هو الناس يبوا واحد صح. مسؤول من نفس المكان مركز مكافحة الأمراض
وتعمدنا ان نعطوه التعزيزيه الثالثه على الهواء مباشره امام المشاهدين وبمتابعه المستمعين في قناه ليبيا الرسميه المسموعه. ما نبوش نعطلوك دكتور، كان عندك اشياء بتبي تفيد بها المشاهدين والمستمعين واحنا ايضا نسمعها، تفضل. هو بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهم شيء اريد بنشرح فكرة التطعيم بس، يعني نعم. لو نبي نوصل رسالة اليوم كويس. الناس فكرة التطعيم، التطعيم ما هياش ما هوش فيروس كورونا، التطعيم يعني ما نزرعش فيك المرض لداخلك. التطعيم هي عبارة على أحيانا ناخده في جزء من بروتين شوكي من الفيروس. الفيروس هو دائرة وعنده بروتين شوكي. نعم. البروتين الشوكي هذا ياخدوه العلماء في احيانا الصيادله اللي يشتغلوا في الامور هاي. مره دكتور إيه. إيه. ماهوش ما فيش حد خده تطعيمه وجت كورونا، بمعنى تطعيمه ما يجيبلكش الكورونا لانك انت ما تاخذش في الفيروس. في اللي يقولك لا انا بناخذ الفيروس بنحقنه في جسمي، لا هذا ما تاخذوش الفيروس، ناخده في ماده بروتين من الفيروس ينشط الخلايا المناعيه في جسمك. بمعنى الفيروس لما بيجي يخش عنده زد بيبيسه، هيك البيبيسه هذه المفتاح باش بيخش في جسم الانسان. ايوه البيبيسه هذه ناخذوا منها العلماء واخدينها هي ومدخلينها في مركب باش طوانيخ. جاي عندي هذا المركب البيبيسه صغيره نتاع الفيروس جت عندي، تمام. هل عندي فيروس كامل انا؟ لا، انا عندي المفتاح نتاع الفيروس بس. جسمي انا مضحك على جسمي الان من دي لنوع من التحايل. جسمي حيفكر ويقول هذا جاي فيروس كامل لان المفتاح نتاع الفيروس خش للجسم الان. أيوة. جاي للجسم الان، فجسمي اوتوماتيكيا حيولد الاجسام المضاده تحسبا منه ان جاي فيروس كامل. نعم. فانت جسمك يخلق في مناعه ويخلق في اجسام مضاده وخلايا مناعيه تقضي على المفتاح اللي بيدخل الفيروس لجسمك. فاول انت مشيت امورك، بعد اسبوعين تكونت عندك مناعه. لنفرض ان جاك فيروس حقيقي، نعم، تو في التطعيم جاء المفتاح بس، لكن باقي الفيروس ما جاش. نعم. لقينا المفتاح بس احنا. نعم. وما عمره مفتاح يدير لك تطعيم يدير لك مرض. نعم. ما عمره تصاب بكورونا من التطعيم. طيب جيت بعد اسبوعين جاك فيروس كامل. كامل بيجيك المفتاح والمحرك والصالة والكوفيني، بتجيك فيروس كامل. انت اول ما بيدخل المفتاح الفيروس بيخش لجسمك باش بيخش بالمفتاح. طيب تمام حلو، انت جسمك الردي متعرف عليه، متعرف هذا اللي قبل 3 شهور جاني وكونت منه سلاح. نعم. يبدأ سلاح واتي عندك. نعم. فتبدأ تهاجم فيه فالفيروس ما يأترش فيك. نعم. هذه فكرة التطعيمات يا جماعة. نعم. الأسئلة اللي هي الآن الناس اللي نأكد لك أكثرها ما تبيش تأخذ اللقاح، يقول لك مرات أنا بنمشي وما نشعر بشيء، نطعم مرات تطلع عندي كورونا نموت. طيب حلو. إيه؟ هذا سؤال مهم جدا جدا. نعم. التطعيمة قلنا احنا المفتاح. أي. نفرض أني توا عندي كورونا. أي. يعني شنو عندي؟ زي مرة ثانية عندي المفتاح والمحرك والكوفني. نعم. أنا واخذهم في جسمي، توا أنا عندي كورونا وخشات في جسمي. نعم. أنا توا لما خذيت التطعيمة شنو خذيت؟ خذيت المفتاح بس. نعم. أنا واخذ فيروس كامل بمحركه بدنيته، هل بيأثر في المفتاح؟ لا، أنا واخذ فيروس كامل. نعم. الفيروس كامل خذيته، أنا عندي كورونا تو. نعم. نفرض أني الآن قبل ما تاخذ الحقنة، قبل ما ناخذ اللقاح أنا عندي كورونا. أي. يا سيدي أوكي، نقول أني عندي كورونا، بعد كورونا شنو معناه؟ معناه عندك فيروس كامل. نعم. بالمفتاح بالمحرك بالصالون بالكوفني اللي قلنا عليه كله موجود. طيب تمام، جيت قعدت على الكرسي هذاك وخذيت مفتاح. أيوه. هل المفتاح بيضرني؟ لا. علاش؟ لأنني واخذ الفيروس كامل. بالكامل. هذه فكرة أبسط شيء. حتى اللي عنده فيروس كورونا وما يعلمش من نفسه وعنده حرارة نص ظهره. طيب. ما بتقتلاش. حلو. أنا منجاوبك، ليش احنا نقولوا اللي عنده كورونا ما يطعمش؟ أي. هذه إجابة سهلة. كويس. علاش العلماء والأطباء يقولوا اللي عنده كورونا ما يطعمش؟ أي. لسببين. نعم. أولاً أن جسمك لاهي كيف يدافع ضد الفيروس هذا اللي جايك، فتبدأ عندك حرارة، عندك تعب. نعم. فمش لازم تعطيه بدل مفتاح يبدو مفتاحين، مش لازم. أي. ثانيا لما واحد يريح. ايه بالضبط. ثانيا انك لما بتمشي الطعام حتخالط ناس محيطين بك، فممكن تنقل لهم العدوى. نعم. هذه فكره علاش ما تطعمش وانت عندك كورونا، لكن في تو بديلي انا مش حنطعم لين ندير مسحه. هذا غلط، من قال لك انت طعم قبل ما تطعم دير مسحه؟ ما تديرش مسحه، انت تحس في روحك طبيعي امورك تمام برا الطعم. انا مداير بنج
نقعد شهرين غلط كلام فارغ لا فيه لا في كتب لا فيه لا ولا في علم خطورة ولا ما فيش في في يا جماعة ضوابط موانع التطعيمات حاجات نادرة جدا جدا زارع مثلا أنا نقول لك حاجة عندك حرارة 39.5 فما فوق ما تطعمش ارتاح شوية تنزل حرارتك تنزل حرارتك يوم يومين ثلاثة بعدين توكل على الله الطعم أنا راوجتني كورونا وعرفت روحي بوزيتيف أمتى نقدر نطعم يا دكتور خلي شهر يفوت بعد شهر تقدر الطعم أنا ناخذ جرعات الكيماوي ناخذ فيهم تو جرعات الكيماوي لا ما تطعمش ناخذ في الكورس العلاج فترة الراحة متاعي انطعم أنا عندي ورم وعفانا الله وكل السامعين نسأل الله أن يشفي كل المرضى يا رب العالمين خلي فترة الراحة وطعم أي ناخذ في كيماوي أي طعم أنا ناخذ في ستيرويد وكورتيزون أنت مفروض تأخذ 4 تطعيمات مزوز لأن أنت استجابة المناعة عندك بطيئة جدا كبار السن ياخذوا المفروض 3 بدل زوز ياخذوا 3 لان في حاجه يسموها فيها سيرو كونفرجن هذه التحول الاجسام الاجسام المضاده في جسمك تفرق لما يكون شاب صغير على شخص كبير الكبر العمر احيانا الاجسام المضاده تتكون فيها ببطء نوعا ما فهذا علاش يحتاج الى جرعه معززه 1 أو 2 وممكن 3 هذه يا جماعه فكره التطعيمات ما تخافوش ما فيش حد اغلى عليه من نفسه أنا تاهل جرعه كان بيصير حاجه راهو صارت لي ما فيش أغلى من بوي أمي اللي أعطيتهم التطعيمات تبوي 4 أخده أقسم بالله بوي 4 وسط هذه ما بادي بكري بدي بكري وين يتم 3 شهور نعطوها واحدة باهي تبي ترتاح منا ولا لا ربي طول عمرك لا حفاظا عليه أكيد فهذه فكرة التطعيمات إن شاء الله نكون وفدنا الناس إن شاء الله بالتأكيد وإن شاء الله والله اللقاءات والهواتف والضيوف حضرت حضوركم اليوم مع السادة السيدات والسادة والفريق المصاحب ليك يعني أنا متأكد حيكون في تغيير بالوعي من أكيد يوم غدوة بعون الله أكيد تعالى أكيد أيه أكيد أو سيدات خشوا تو الآن يعني أيه رغم الجو ممطر فنبي نحيي كل من حضر مباشرة إلى حجرات بيت قناة ليبيا الرسمية في برنامج لمسات الخير سمحنا في تعبك دكتور لا لأن إحنا فريق واحد نشتغله أكيد وهي مسؤولية تضامنية من الجميع ونبيك تحيي للناس الواعيين هذو اللي جو بارك الله وسارعوا باش ياخذوا اللقاح وحيينا الشباب هذو اللي نشاهدوا فيهم في كل المراكز موجودين ونشاهد فيهم حتى في بعض المواقع يطلعوا يعني بحضورهم هذا كله نبوا نوصلوا لعدد يعني زي ما قلت انت كان بودنا نوصل 40% في العام الماضي ولكن الان احنا قاعدين 30% بالضبط هو هذا الجنود المجهولين الجنود اللي ما يشوفوش فيهم تخيل 3 مليون جرعة هما اللي ضربناهم يعني في 3 مليون نزيدوا 1-32 اليوم ايه زيدوا 3 مليون حقنة حقنها طبيب أو ممرضة في كل ربوع ليبيا يعني 3 مليون شخص خدي من وقته وخدي من جهده ومن وقت عائلته وأسرته وحقن الناس هيا أنا قاعد مصر ونقول حقوق الناس هذه يا سادة ضروري تأخذها على داير ملي حقوق المطاعمين أنا مش حنرتاح لأن يأخذوا حقوق بارك الله فيك فرق الرصد تقصي عازل وفلترة مختبرات منافذ إسعاف الناس اللي تشتغل الآن ضروري حقوقها تأخذها ضروري ناشد كل مسؤول لي علاقة بصرف المكافآت الحمد لله للأمانة مجلس الرئاسي خصص لنا قيمة كويس لمكافآت العناصر الطبية الأخوة في وزارة الصحة أذونات صرفهم جاهزة ننتظر دخول هذه القيمة إلى حساب وزارة الصحة إن شاء الله على أن يبدأ الصرف فورا نطمن كل العاملين في هذه في هذا الملف ملف كورونا وهذه الجائحة نحن وراء الله يستحقوا حقوق وأكثر من حقوقهم بالضبط. وتقدير واحترام ويجب الناس يحييهم في كل مكان يعني لأن هم يعني هم الخط الدفاع الأمامي صحيح بأمانة يعني سواء في العزل سواء هذو اللي يعطوا في اللقاح سواء اللي في الفلترة سواء في فرق الرصد والتقصي اللي هم يتلقوا في أول المصابين بهالموضوع هذا فأني ما عنديش كلمة نشكر بها ونشكر طبعا أكيد زملائي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض نعم اللي متعبهم معاي روحنا جيناك من المركز جينا هنا طول بارك الله فيك هذا الروتين متاعنا نعم يروح بهم 10 مرة يروح بهم 11 مرة يروح بهم 12 فنشكرهم كل بزرة كل بزرة وإن شاء الله يتحملوني إن شاء الله فإن شاء الله ربي السخر قالك المخرج حتى احنا نروح الساعة 12 زيكم بالصبح يجي وانا يروح الساعة 8:30 يكونوا في المكتب ما شاء الله هذا تعظيم وتعظيم مكافات وتعظيم والله ايه لا ومش مقصرين معاهم نعم وما زال هذا ما يفيش حقهم كل العاملين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض
أنا خادم نعتبر ليهم هم. بارك الله مش ليهم هم بس حتى للناس وناسنا وكبارنا وصغارنا. احنا هذه مسؤولية للأمانة راهي مسؤولية صعبة. لأن ما صار تكليفي كل الأصدقاء قالوا لي أنت مش طبيعي أنك يعني أنت تمسك في الوقت الحرج هو. لكن تحدي الواحد يخلص النية لله وإن شاء الله هو الولي التوفيق من عند الله. من عند الله. من عند الله إن شاء الله. ديروا علينا وإن شاء الله خير. بارك الله فيك. طبعا نكبر في حضورك. وتقدمت انت اول واحد في هذه الليله باش تاخذ التعزيزيه الثالثه وهذا يطمن متاكد يطمن اللي بين اللي هم مازال ما طعموش وحيكون في اقبال كبير في الايام القادمه بعون الله ونعطوك الاذن دكتور لاني عارف مهامك ومن الصبح الساعه 8 وما نبوش نعطلوك وايضا الان الاخوات اللي مستعجلات اللي تعرف روحها مستعجله تجي رحبوا بها هنايا وبعد لي تمشي لي السيده هاجر باش تاخذ لقاح جبتوا بطاقاتكم او حتى الرجال اللي مستعجل عند التزام وعند دواء ياخذ فيه مرحبتين به شنو السيدات ولا عادي تقعدوا معنا با 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 با, با. ها معك مش اسمها ايه نشكرها حتى ايه بارك الله فيك يا ايه با. شكرا نعمل هذه بارك طيب الله فيك على هذه هذا واجب قناه هذا اول مره تصير احنا الان انتبهوا هنا يا مدير القناه موجود يتابع فينا لحظه بلحظه كل الموظفين موجودين في هذه الليله وحتى زملائنا اللي هم بخدموا في الصباح موجودين يتابعوا فينا وهذا زي ما قلت انت لازم ندفع الضريبه حتى نتعاون جميعا للقضاء على هذه الافه بعون الله ان شاء الله باذن الله ووجود حضرتك الامانه دافع كبير ان شاء الله والامانه ما عمرنا احنا قصدناك وقلت لنا لا, لا, لا في كان في توعيه كان في رسائل نبغى نوصلها للمواطن الحق واقف معنا ابونا الكبير بارك الله فيك اعتبروا فيك ابونا وكل الناس الوطنيه اللي زي حضرتك انا نقول لك راهو ناكد لك ان صوتك مسموع بارك الله فيك وهذه راهو ميزه الله عز وجل يعطيها للانسان بارك الله فيك فانا نحييك انك انت قدرت تكون سند لنا احنا كمركز وطني هذا شيء يسعدني اني اكون زملائي نعم. بارك الله فيكم بارك الله فيك وشكرا اني بتسمحوا لي طبعا مرحبتين بك تفضل دكتور تفضل شكرا شكرا بارك الله فيك طيب ان شاء الله مرحبتين بك تفضل احنا تعمدنا ان يكون مدير مركز مكافحه الامراض حاضر وياخذ التعزيزيه الثالثه امام كل اللي بين وامام احنا طبعا البت فضائي وايضا في ربط مع قناه ليبيا الرسميه المسموع من اللي بيتفضل الان تفضل حاز تعال بحدا هنا قبل تعال تعال هنا كيف حالك اهلا بك لبس عليك الحمد لله كويس كم لقاح خديت زوز اثنين زوز الثانيه امتى خديتها قبل 3 شهور قبل 3 شهور تو بتاخذ التعزيزيه ان شاء الله ما مرضتش منهم الاولى لا الحمد لله شنو رايك في الفكره اللي قدمت عليها قناه ليبيا الرسميه باش تشجع الناس ما شاء الله والله ندعو كل الناس ونتمنى انهم يجاوا وخير دليل انا الدكتور موجود معنا نبي جرب نبي جرب نبي لا ان شاء الله ان شاء الله تتابع في قناه ليبيا الرسميه ولا غير اليوم يا سلام كيف الساعه 12 الساعه 12 احنا نبوا المكافاه تبي لقاح على المكافاه زي الزوز 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 تفضل 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 لو بتنحينا الحولي هذا والفرملة ولا حولي هذا كبير واسعة با يا سلام كيف جايبين اي ساعدوا ساعدوا صار اي لا واسعة واسعة لا نحي البرمة اللي برمها الأولى هي اللي مضايقت لا حدا يشوفه من هناك ايوه تحت تفتح السرية يا سلام كيف ما نفتحش صحيه كويسه جدا هذا عمي البشير سعد خليفة عرب شكيو ايوه مرحبتين بك معلم متقاعد ما شاء الله تو تاخذ 900 لا 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 معلم كويس ناخذ اكثر اكثر باه 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 خلي وين هون طارق تشبع فيه لحظه بس لحظه دكتور خلي شوفوا سعد المصورين بالله ايوه ما
الله يحفظك ان شاء الله ولدي. صح عليك يا ابو. صح عليك ان شاء الله، بارك الله فيك يا عمي، وطول العمر ان شاء الله. ان شاء الله اجمعين انت طيب، والاخوه ان شاء الله يجي دورهم ان شاء الله. إيه. ربنا انتم يحفظكم ان شاء الله يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك، سعدنا بحضورك. لا بارك الله فيك، انا سعدنا بمشاركه إن شاء الله معاكم، وان شاء الله ربي يسعدكم وربي يوعي الناس على سنة. شن نقول للناس اللي مازال ما طعموش حتى تطعيمه؟ والله ينحوا السوس من رؤوسهم هذا شيء، وهذه ومضات علميه والناس يعني زينا زي العالم، زينا زي العالم، ومفروض احنا شويين نكونوا احسن من العالم ان شاء الله. ويعني ما فيش العالم الاخر، احنا ناخذ في التطعيم بلاش. نعم. ولهذا انا ننصح كل الناس، بارك الله فيك، ونتمنى نقترح ان يطعموا في المؤسسات. نعم. باش التطعيم يبدا اكثر جدوى. نعم. في المدارس، في الوزارات، في الجهات العامه، في كلها. نعم. هذه اسوه تنبيه زي هذه الليله يعني. زي هذه الليله ان شاء. نعم. الله. هذه الليله نموذج من النماذج اللي المفروض تتكرر في كل مكان. بعون الله ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لك. فرصه طيبه. فرصه طيبه. فرصه طيبه. متواصلين طبعا مع الحضور الكريم اللي لبوا الدعوه وحريصين على اخذ اللقاح. تفضلوا من اللي تفضل. تفضل. مرحبتين بك. الاسم الكريم تعرفني هيك؟ اسمي حسن احمد الدامي. حسن احمد الدالي. الدامي. الدامي. ايوه. ايه. كم واخذ له لقاح قبل؟ اثنين. يعني الثانية لها ثلاثة شهور فوق ثلاثة شهور. فوق. ايه. فوق ثلاثة شهور. ايوه. كويس. شن تقول لل الناس؟ الناس ايوه بارك الله فيك. الناس أولا ليش ما يجوش للتطعيم؟ لأسباب معينة طبعا، هي فكر، الفكر بتاعهم هو اللي مش كامل يعني. بس هيك الحق يعني. الناس كلها خايفة من الموت، والموت هذه جايتها بيطعم ولا ما يطعمش. أيوة. الموت بيجي الإنسان بيطعم ولا ما يطعمش. نعم. وهذا وضع حاجة علمية يعني. نعم. التطعيم هذا يعني علماء دايرينها، مش واحد عادي يعني. نعم صحيح. أيوة. صحيح. هذا مشكلة الناس، اكتسفوبيا تاع الموت يعني. نعم. نشكرك على حضورك. بارك الله فيك. إن شاء الله بالصحة عليك، تفضل. تفضل. باي حاضر. ايه باه ان شاء الله بنسبقوكم، باه بنسبقوكم، يكملوا الاخوات والاخوه وتتوكل على ربي ان شاء الله. ايه اللي بعده يجهز بك شي الملابس، ولا واسع الكم، واسع كان الكم واسع بي. لان في هنا في الزندره. ايوه ايوه. يتم طبعا تطعيم عدد من الحضور الكريم رجال وسيدات بقناة ليبيا الرسمية، برنامج مساء الخير أو أمامكم على الهواء مباشرة في بادرة الأولى من نوعها في ليبيا وربما في العالم، حتى نشجع بقية الناس على أخذ اللقاح. هذا هو اللقاح. ما دخلش ثواني، تفضل. هذه القطنة نحطها على طول يوقف الدم. صلى بالصحة عليك. صالح. هاي من اللي بعده؟ تعالي حاجة. هاي تعالي حاجة. هاي. سلام. يا هاجر كانت تبي تطعميه خلف الواحد، طعميه خلف الواحد، مالكش تنحو. كيف تبي؟ مش حياخذوها على الهواء باهي، احنا نحيوها لحضورها وعيها ناخذ اللقاح. تفضل تفضل. ها؟ ملاحظ بعث لك رساله ما رحتش عليها. ما ما تاخذوهاش الا السيده. السيده ما تاخذوهاش. ايه.
ايوه هوني في مكان خاص بالسيدات نجيبوا احد الرجال تانينه. عندك سؤال قلت انت؟ تفضل. الملاحظه اللي على البرنامج قدم. على البرنامج جيبوا في صور رسم ولا صوره ثابته بتاع الاب والام والكلام هذا، فما جيبوا حاجه حيه. واحنا اليوم في التطعيم لا عارف اليوم التطعيم. اكتبها اكتبها في الورقه وبعدين نتناولها ان شاء الله. حاضر 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 لا ما عادش يبوا يصوروا دار الرعايه. انت تبي شكل هم قالك ما عادش يصورون دار الرعايه. ما يبوش ما يبوش ما يبيش. من اللي جاهز؟ تفضل استاذ مصطفى. صراحة الاسم الكريم مصطفى البقار. مرحبتين بك. اهلا بك. قديش خذيت مره لقاح؟ هذه رابعه واحده تو ان شاء الله. رابعه؟ هذا عنده رابع مره خذيتها. لا خذيت الاولى وبعدين مشيت ناخذ الثانيه قالوا لي لا فاتت المده فعبدوا لي من الاول. اي خذيت زوز وهذه الثالثه ان شاء الله. صينيه الاولى. صينيه. صينيه. اي. بالضبط بالضبط بالضبط. باش نقول للمشاهدين الان؟ والله نتمنى نحطهم على نتمنى ان الكل يجي طعم الحقيقه يعني. اي وبارك الله فيك سيد هادي على المجهودات. لا هذا جهد قناه ليبيا الرسميه. بارك الله فيك ومشاركوا معنا مركز مكافحه الامراض. بارك الله ونشكركم انتم اللي لبيتوا الدعوه يعني. بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. هاي تفضل. هاي بالصحه عليك ان شاء الله. نبوك توجه لنا كلمه للاخوات. والله فيك ايه النساء اللي زيك انت الامهات ان شاء الله ربي يهديهم ويجوا طعموا تطعيمه ما تقتلش لان هم عندهم فكره طبعا على التطعيمه لان حاطين فيهم فايروس كورونا. ايه فخايفين من الفايروس. ايه ايوه اشرحها الدكتور. ايه قال زي المفتاح هو. ايوه ايوه انا يعني طبعا واخذ الصينيه الاولى والثانيه تو واخذ الثالثه. ايه الحمد لله اموري طيبه 100 100. الحمد لله. ايوه بارك الله فيك. بارك الله فيك. نشكرك انت اللي لبيت الدعوه. بارك الله فيك. وانت انسانه واعيه. وشكرا على نصائحك للاخوات. صحيتي بارك الله فيك. شكرا. سلامة الله. سلامة الله. بارك الله فيك. تمام هو. شكرا استاذ هادي بارك الله فيك. مش واعرة. لا تمام. انت واخذ اربع مرات وديت الخامسة. ان شاء الله كنا الخامسة ناخذها. ان شاء الله. شكرا. الف لاباس عليك. بارك الله فيك استاذ هادي. انت طيب ان شاء الله. انت طيب. هاي من هو تفضلي. كم واخده تطعيمه انت؟ اتلفتك هيك 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 اثنين تطعيمات ثانيين مرتين روسيه الاولى لفت لفت, لفت وجهك الاولى روسيه وروسيه طبعا معجبوها خذيت انجليزيه وحتى الانجليزيه تو ما كملت ايوه تو بتاخذي فايزر امريكيه ان شاء الله. ايه كيف تنصحي الاخوات اللي زيك الامهات والله مادا بيا الامهات كلهم الكبار بالذات يجوا طعمه ايوه من هالفيروس ما دالك شيء تطعيمات الاولاد الحمد لله الحمد لله ونعيش سكر وضغط الحمد لله. الف لاباس عليك ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله بالصحه وطولة العمر. تفضلي. هاي هاجر. هاي. كيف حالك يا حاجه؟ طيبه. لا ما تبانيش بعد. تفضلي. 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 زوز انجليزيه. زوز انجليزيه؟ ايه. وتوا بينزل وحده ثانيه. هاي فايزه الامريكيه. ان شاء الله بالصحه عليك. انت طيب. هاي. 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 احد الرجال ها تفضل معنا الاسم الكريم. السلام عليكم. انا اسمي عبد الهادي العزومي. مرحبتين بك. مرحبا. كم واخذ لقاح مره؟ لقاح مرتين جرعتين واخذ اللي هم الانجليزيه زوز انجليزيه طبعا. نعم نعم ايه. نعم الثانيه لها ثلاث شهور لا من شهر 8 اي 8 نعم 9 و10 هي فاتت ثلاث شهور نعم طب تاخذ التعزيزيه ان شاء الله ما دارولكش تاثير الاولاد لا ابدا ابدا كيف تنصح الناس اللي والله زي يعني ادعو الناس اللي اخذ الامر على محمل الجد لان احنا راهو هذه جانحه في كل العالم موجوده نعم وانا اخشى ان يستفحل الامر خصوصا احنا بلادنا مفتوحه على مجموعه دول وما عندناش استطاعه وما عندناش ما عندناش امكانيات صحيح فارجو ان الناس تاخذ الامر على محمل الجد نعم. والتطعيمات موجوده في كل المراكز وانا اشكرك استاذ الهادي على البرنامج واشكر كل العاملين وبارك الله فيكم وانت طيب تفضل تفضل ما زال ثاني معنا تفضل الاسم الكريم اش بحكي اسمك محمد
محمد منو؟ حفية. ايه قديش خذيت لقاح محمد؟ واحد. ايه تو الثانية هذه؟ ايه اللقاح له قديش لي شهر؟ شهر واحد هو. ايه ايه وين بطاقتك؟ باه يجيب بطاقتك باش تجي ماي؟ علي جيب البطاقة خبر. أو ليس الخبر كالعين، يعني الناس على الهواء بشرة ينصحوا فيكم باش تسارعوا بأخذ اللقاح، ما عادش في حل في العالم إلا بأخذ اللقاح. يعني ناس المنطقة اللي حكيت لكم عليها هنا يعني معظمهم ما طعموش، ودعوا اثنين من جيرانهم الموت حتى من غير تطعيم من كورونا. إيه اللي يوقف أمره خلاص، لكن نقعدوا نسمعوا كلام بعضنا، وخاصة مع احترامي لعدد كبير من النساء في المناسبات، حتى المناسبات خطرة. والآن المتحور منتشر في تونس، هذه الهجمة الخامسة. الآن المركز الطبي في تونس قدم ورقة عاجلة للحكومة التونسية بشان الإغلاق 3 أسابيع ومنع التجول، والإغلاق طبعا يؤثر في التجار ويؤثر في مداخيل الناس، ما نبوش نوصل لمرحلة. وإحنا قطاعنا الصحي تعرفوا الهجمة السابقة، الناس تبي اكسجين ما يلقوش منين ياخذوهم، المراكز العاجله كلها معبيه. فارجو من الجميع ان يقتنع. واليوم تقريبا الدكتور حيدر السايح مدير مركز مكافحه الامراض هو اول من تقدم خدي الحقنه التعزيزيه الثالثه، وايضا حي الاخوات والاخوه اللي يجوا هنا في القناه حتى يشجعوكم. ويجب ان يكون هناك اقتناع الان، وبعد شويه حنعلن على رقم الهاتف اذا كان عندكم ملاحظات فيما شاهدتوه الان، أو قناعة أيضا نقول له احنا اقتنعنا الآن. وهذه فكرة طيبة قدمتها قناتي الرسمية شجعتنا جميعا، وحنبدو من بكرة ناخذ اللقاح تدريجيا بعون الله تعالى. أيوة سيدة هاجر، شنو نقولي للأخوات اللي زيك اللي ما جوش ياخذوا اللقاح؟ في يعني في المجال الصحة اللي زينا حتى في صحة ولا حتى من غير صحة؟ هم يبادروا عمي الهادي المفروض بالتطعيم، لأن الشيء الوحيد اللي بيعطيهم وقاية وحماية هو التطعيم. نعم. ما فيش حل الآن إلا التطعيم. تو راه نتكلم فيك في اللي يقول هي هذه اللي تكلم في عمي الهادي مش واخذ التطعيم. لا واخذ جرعتين. أيه. الراجي لما نسكر 3 شهور باش ناخذ التعزيزية. بارك الله فيك، بارك الله. ووالدي ووالدتي أمس أعطيتهم التعزيزية. بالصحة إن شاء الله. سليم. بالصحة. الاسم الكريم حتى يتعرف عليك. رمزي مصطفى ضياف. مرحبا بك يا رمزي. قديش خذيت لقاح؟ خذينا جرعتين الاولات انجليزيات، وخذينا التحفيزيه الثالثه فايزر. لا خذيتها سينوفارم. سينوفارم. ايه. رغم ان الفايزر متوفر. متوفر زوز الخيار. ايه. المواطن عنده الخيار. هو نفس يعني المفعول. نفس الشيء. ايه. قال لك احد الجماعه اللي معنا في الجنوب سينوفارم الطعم افضل قال. كل واحد وشن يختار. انت اعطيتني اللقاح الاول مش هيك ولا؟ اه ايوه بالضبط. بارك الله فيك. ايه اللقاح الاول. ايه كيف حالك؟ ايه الحمد لله تمام. شنو تنصحين البنات اللي زيكم والاخوات والامهات؟ ايه تفضلوا ياخذوا اللقاح يعني متوفر. ايوه يعني خير من يتعبوا لا سمح الله يزورهم الفيروس يتعبوا. العازل اللي معبي. نعم. يتعبهم يعني في العزل. يتعبوا صحيح صحيح. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الاسم الكريم. محمود بن حمزة. محمود بن حمزة. ايه. إذا خذيت لقاح؟ خذيت زوز وتوا إن شاء الله الثالث. ثالثة. إن شاء الله. شنو تقول للشباب اللي زيك؟ مفروض يبادروا ويبدوا في التطعيم. أيوة. لأن ما فيش حل. ما فيش حل. يا بالطعم يا بالطعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أيضا زملاء المصورين. نمشوا لمصور طارق نسالوه حتى هو شوف زميلك غادي دمع. طارق طعمته؟ لا والله ما زال عامل هذا. توك تفضل توجوا لي عندك اهو دونا. فهمت معاهم انا تو. شنو فهمت؟ ايه تو بنطلع. حول الجبوت توك وقاعد ما نقدرش انا تو قاعد على الهواء، بعدين بعد ما يتم البرنامج ان شاء الله بنطعم. يا خليل يقدر يطعم ولا على الهواء هو؟ لا يقدر، كلهم قالوا يقدر. ان شاء الله عدل الكاميرا وتفضل. اي ان شاء الله مش تو تقعد لك ذكرى هذه مو توني على الهواء يا عم الهادي. اي لا قال يقدر المخرج خلاص جلد. هم قاعدين هم موجودين. لا لا بيتوكلوا لا بيروح. هاي تفضل بارك الله فيك. هاي هاي فرصه. هاي هاي تفضل هون زميلي يتبادل. هاي تفضل يا طارق. هاي ايوه هذا واحد اقتنع. هاي
فيش حد تاني مش بتاعهمه. سهير با مش بتاع ابوك. صحتك كويسه ان شاء الله؟ تشكيش من اي مرض مزمنه؟ لا 100%. ما عندكش اي حساسيه للدواء، حساسيه للماكله؟ لا. لما تاكل حاجه تطفح جلد تنطفح حاجه مع بعضك؟ لا لا تمام، امور كلها تمام تمام. حسيت اي حاجه حراره فشل اليوم ولا غضبه تاخذ بنادول ان شاء الله باذن الله. عندك سينوفار وفي الفايز خيالي كنت سينوفار صيني. سمعت اوخذ سينوفار تقدر تعطوه الزوز الليله ها؟ يا عم هذه تقعد من غير مصور. لا ما في ما شاء الله. هذا واحد من لا تفهمت مع الشباب ما تفهمت مش ولا عندي. ما يشهد الشباب. اي باهي هاي وينها؟ هاي تعب هاي هاي الدكتور هاي. هاي. هاي هاي دقيقة هاي دقيقة هاي خلي صور. علي وين المصور علي؟ خود هاي خود. استنى كسبنا واحد مش مطعم اليوم وقال الحقيقة ان شاء الله بالصحة عليك يا طارق ان شاء الله. ربي يحفظك. احنا طبعا 77 ان شاء الله عازين على الشكر لحضوركم وان شاء الله نعودوها لما يكون في وعي اكثر بعون الله ويكون الطقس يساعدنا. مدير هارب عبد العاطي تفضل تفضل تعال. شنو من تو تشعر في كيدك هو؟ لا لا 100%. ما هاي خذ لنا عبد العاطي هو المشرف تاع الفريق. شنو تقول للناس اللي مازال مترددين على اخذ اللقاح؟ لا محاله منك. هي. لا محاله. لا محاله. الا من الطعام باذن الله. نعم. لان لو ما طعمش مش حتقدر تخش لخدمتك وظيفتك، مش حتقدر تاخذ مرتبك. مش هتقدر تخش لي ولا تركينا. نعم. ومعرض للاصابه. معرض للاصابه، انت وراك وراك انت طيب، خذها نعم. تو خير. صحيح. تو متوفر وضوء مش متوفر، ما تدريش نعم. على الوضع شنو يصير. خاصة احنا في فصل الشتاء في يعني. في فصل هو وفي الامراض هي. نعم. هذا طعم خير. نعم. وربي يحفظ الجميع. بارك الله فيك، سعدنا بحضوركم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. وان شاء الله نكررها في مناسبة ثانية بعون الله. ربي يعطيك الصحة. ان شاء الله انت طيب. بارك الله فيك. طيب. منو في حد ثاني هنا مش مطعمه؟ قديش مطعم ترى؟ ها؟ بالضبط. شنو هما؟ فايزر و الانجليزي. فايزر والانجليزي. الثانية امتى خذيتها؟ الثانية انا تو 3 شهور. ها؟ 3 شهور. 3 شهور. تو لما خذيت التطعيم كيف تقرا في النشرة باهي ولا؟ اي والله. ها؟ ناشط. اي والله. قبل التطعيم لا. قبل التطعيم كنت راقد. والله نحطوا الجميع على اخذ اللقاح وهذا يعني يخلي المجتمع يعني ديما في صحة جيدة يعني بحيث انك حتى تحمي عائلتك انت مش حتى لنفسك. يحمي عائلته وجيراننا والمجتمع. يعني في شباب تو يقول لك انا لا بصحة جيدة واحد. لا شنو الملاكم البلجيكي ريتها ضخم. الممرن نتاعها قال لي لازم تدخل قال لي ما يترش فيني بجسمي هذا بعد اسبوع اصيب وتوفى. صح. فلهذا نحط الجميع على اخذ اللقاح وهذه حاجة ضرورية وان شاء الله حتى لو جت الموجة الرابعة نكونوا باذن الله باذن الله يعني قادرين. خفيفة ان شاء الله. خفيفة باذن الله. ان شاء الله. نشكر ان مركز مكافحه الامراض اليوم على المبادره نعم. هذه نعم. وان شاء الله ديما من حسن الى احسن ان شاء الله انت طيب ان شاء الله لا واخذني مرتين واخذ ايه بارك الله فيكم ليلتكم سعيده ان شاء الله باش نعطلكم لان انتم الساعه 8 وجيتونا طول هنايا تستعدوا ليوم الغد وان شاء الله يجمعنا لقاء اخر بعون الله ان شاء الله ليلتكم سعيده